التليفون على 31 380 ألف. مرحبا بك سي بلقاسم. مرحبا بك عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام سي بلقاسم. إذن أحكي لنا التجربة. والله أنا في الدار عندي بريسك توفي هذا العام الثاني. أي الدار دي معناتها يخص جيراني، يعني مش معناتها دار مش بعيدة على الجيران ولا حاجة، يعني تصور أنت يعني في المعتمدية، يعني دار بجنب دار بجنب دار منظمية. أي الدار هذه هو في ليلة معناتها عندي الحكاية دي 6 شهور التالي أنا راقد هكا معناتها، وربي ما هو راقد معناتها مانيش راقد بالنوم يعني ياك اللي جا. أي حليت عيني هكا، حليت عيني على الصدفة للبيت. أي نشوف في شخص أكحل يمشي. أي يمشي بتاجيه شخص معناتها إنسان نشوف فيه. يمشي يمشي يمشي، ولو أنا سامحني في البيت هذه راقد فيها وحدي. أي دار وراي كي من هكا، كي دار وراي خوفت منه قلت بالكش هذا يشدني، فهمتني؟ أي هزيت ساقية معناتها على اساس انا باش نغضب، فهمتني؟ ايه لسه جايه وباش نضرب ديريكت وقتي انا ضربت جات جايه في القاعه، فهمتني؟ ايه وقفت هكا مش عارف نلوج عليه ما مريتهوش. باهي ما فماش. انت كنت بين لوم ويقظة؟ لا انا فايق. انت فايق؟ باهي حطرس على المخده على اساس باش نغضب، ما زلت مانيش في النوم. باهي لما تغوت في العشية مع تكريسك ما حكيت تسعة متاع الليلة، هي دار فيها صور قدامك شوي ما يعني هي تعرف دي فيلا ودير بها صور، فهمت؟ أنا في الفيراندا نكيف السيجارة وهكا نعمل في القهوة ونشوف السيد معناتها على الحيط يدير في تاجيه، يعني اللي خير أكحل باين إنسان. إي يعني أكيد ما تنجمش تشوف الملامح نتاعو فقط زهمولة. إي لا يشوفوا أنا أكحل، أما نشوف الراس نشوف اليدين نشوف الحرف في ساقيه، أما باش نشوف عينيه ولا خشم ولا وجهه ولا يعني ما نشوفش. باهي الحقيقة انتهيت الموضوع أنا. اللي عندي بنية عمرها 9 سنين. إي ما نعرف شنو تحكي، هي تفرج في التلفزة وحدها في البيت ومشت لأمها ما نعرف شنو قلت لها كي رجعت للبيت. قلت لها تيجي قلت لها يا ماما يا ماما قلت لها شبي قلت لها راني أنا قلت أنا جبت لك راهو جاني قال لي شبيك تقول ماماك. إي معناتها كلمها اي كلمها قال علاش مش تحكي لماماك، ما عرفش شنو حكيت لها، فهمتني؟ اي بس وعندي ولاد اخرى عمره 15 سنه كل ليله فيني داخل من الباب يشوف السيد هذا قدامه ويعرضه كيف من هكا ويبدا يمشي يتقابلوا ما يكلموش، لهذاك يكلم هذاك لا حاجه لك يكلم هذاك، هذاك يكمل يخرج من البيت وانت يكمل يدخل الدار، فهمتني؟ اي وسط العملية يعني برشا مرات وليت حتى في النهار نبدا في وسط البيت كيما هكا نشوف الخيال الوقت يتعدى كيف هكا ولا مرات تشوف. اي عندي ولي اخر ذا عمره معناتها باش تقول حتى هو من الخيال ماهوش من الخيال لانه يعني العائله كل تشوف في نفس المنظر. لا لا ماهوش من الخيال هذا ماهوش من الخيال، تتصور انا اخر فتره معناتها باش تاكد الحكايه ماهيش خيال. اي على خاطر انا فايق وكيف وسواق ونعمل في قهوه انا متاكد يعني فما الصاد قدامنا كيما نسهر انا. اي الليل بحذايا راجل تحت الجرام كيف معاك قال لي ربي يا اخي انت لعبت لي بشعري تو قلت له قال لي راه هو انت تو كنت تلعب لي بشعري قلت له لا انا ما لعبتكش في ليلتها بالتحديد كي عاودت انا رجعت البيت في البيت قيل انت انا ما بين معناتها نوم مش راجل ده هو جاء شد من رجالي منه ما انا كانه هو باش يلعب عليا فهمتني؟ اي لكن الشده كي يدوب مع شنو حط يده ويريله الله اعلم شنو هي حسيت انه لحمي ما بقاش نورمال فهمتني؟ اي وتواصل عمليه هكاك ولحد الان تو انا نحكي معاكم لكن نخرج تو حاليا رسمت الفيران نحكي في بيتي داخل نخرج برا تو كان جاي يدور هي تحت الشجره هذه نتاع اللوز يا شفت الكوجينه باب التالي يا في السور يديروا في ساقيه يا يحوس يدور بالسور من برا معناتها يعني هو هذيا الاسبري اللي قاعد تشوف فيه البرة الدار ولا يدخل حتى لداخل الدار لانه يعني تخليك حتى لبيت النوم. لا يدخل بيت الدار عادي في الليل في النهار تصور انت في النهار انا نشوفه في النهار نبدا انا هكا نخرج للبيت نبدا مركز هكا مشاهد في التلفزيون يبدا مثلا التلفزيون تقريبا للبيت نشوف هكا كيفاش تعدى فهمتني؟ وانت تو مازال ساكن فيها الدار هذه؟ ايه ما دفتك وقت نخلط انا هو شوف تعدى نخلط نجري انا عليا فهمتني؟ ما نلقي شيء فهمتني؟ فهمتك كي نبدا بعيد عليا مثلا 10 15 متر ونبدا نشوف فيه على الصور هي الاكحل انسان صور انت انسان في الظلامه الدامس باش يدار واحد يساقيه وعادي يعني يقعد يحرك في راسه اليسار واليمين ويبقى على البلاصه هذيك هي ديرها فهمتني؟ بلقاسم تقعد معنا لانه كريم عندك سؤال باش تطرح بلقاسم. الدار قديمه يعني دار جانب ولا
لا الدار ماهيش قديمه، الدار هي تعرف نصور في ماكسيمو، اذا عمرها لو ماكسيمو 15 سنه ما نصورش. ما عندكش فكره اذا الدار هذيا صارت فيها جريمه، الدار هذي ما حكاولكش الجيران، الدار هذي تلعب فيها لعبه مثلا، كانوا اللي يسكنوا كانوا قبلك يمكن عندهم طقوس معينه، معرس عائلته عنده معرس، معرس وعنده صغار وصغار. فما نقطه ما حكيناش فيها اللي هي السحر، اي لا ماجي نواغ، اي تنجم كي تمسو تمس هو يتسمى لو سيرفيتور دو ماجي، خادم السحر نقولوا نحن، لو سيرفيتور دو ماجي نجم هو اللي يعمل في الحاجات هذه. الدار ما تكونش مسكونه، قعدت 15 سنه الدار عمرها. لا سامحني، ما السؤال هوني اللي يطرح، هل انه الحادثه هذه صارت لك كان في الدار هذه ولا كانت تتبع فيك قبل، باش نعرفوا اذا هو هالشخص هذايا يتبع الانسان ولا يتبع الدار؟ لا هو هذا بالنسبة لل... على فكرة حتى سامحني كان تو نجاوبك على سؤالك، أي. حتى سامحني الحياة في الدين، حتى مرتي معناتها تو ولدت شكون في بيت وأنا في بيت، مثلا كي نحكي أنا وياها اكزامبل سامحني في الكلمة، أي. يعني الحياة في الدين على أساس الصباح كي نكلمها تعمل لي أنا والله ربيت وتعمل لي بلغ، يعني في أوقات تكلمني بصوت خافت ولا حاجة ما كتعيط عليا على الصباح، فهمتني؟ إيش بيك إيش بيك وكذا وأنا ربيت وعشنو وعشنو، الحكاية تكررت برشا مرات اللي ولينا نتناقش أنا وياها بشدة، فهمتني؟ ولا فما خلاف بينك أنت وزوجتك؟ هو ذكر الحفل، اي نحكيو فيه بعد نحلوا الوضعيه هذه. لانه الان هذه لحد الان الساعه هذه بكري برك مع الناس الساعه من زمان كنا نخافوا على الموضوع هذا. مشكور السي بلقاسم، اقعد معنا على التليفون لانه انا فهمت كريم شنو تحب تقول، تحب تقول يمكن فما عمل معمول للازواج هذيا حتى يتفرقوا مع بعضهم، دونك تصير نوعيه المشاكل. واللي قاعد يصير له نكت من لي زاكت نتاع السحر اللي معمول له يظهر لي. هي الباغابسيكولوجي سولون الانفستيغاسيون، نحن نعملوا انفستيغاسيون يعني نعمل واحد تحري من موضوع. مثلا السيد قال لك قاعد نشوف، يعني الراجل يحكي اون ديري راجل شوف فيه صبح عليه ويمس، يعني فما كيلكو شوز كي كلوش، ما نجمش تصور انا تو شوف قداش الوقت باش يتكلم بالتليفون راديو باش يحكي حكايه ونامبورت كوا، نحكي في حكايه غيال غيال صحيحه. واللي فهمته الراجل يعني ماجوري فاكسيني كبير في العمر وكذا، ينجم تو انا الاخرانيه بكل الجمله اللي قالها الاخرانيه انا خذيت منها الانترفونسيون تاع اللي حبيت نتكلم فيها، قالت لي قال لك يعني انا ومرتي مانيش اون اون ديزاكور. ينجم الفينومين نتاع لو سيرفيتور دو ماجي سولون الشيء اللي هو خادم السحر بالعربي، خلينا نحكيو بالعربي باش الناس يفهموا، خادم السحر بالشيء اللي قاعد معموله مثلا في السحر، دار 15 سنه يعني جديده الدار، فحتى شيء باش تكون ميزون تي دار مسكونه، فيمكن السحر هذا مأثر في الدار، السيد ساكن لهم غادي في الدار يعني وما يسيب الحكايه الا ما يوصل لوبجيكتيف نتاعو اللي السحر بيدو. ما هو الاكت بتاع السحر كيفاش؟ فما ساحر وفما خادم ساحر وفما المسحور. الساحر يعطي ان اوردر اللي باش يسحر الا ما السيد يخرجوا من الدار. ولدش الدار ميزون ولا الدار مسكونه. يعني اللي يحكي فيه نجم يكون هكا يعني على حسب توقعك، على حسب اللي قاعد نسمع فيه. ينجم يكون بعمل نتاع سحر باش يفرق بين الازواج. ما المراه بطبيعتها باش تولي تخاف بطول المده باش تولي تهجروا. مثلا باهي مهم برشا الكلام اللي قاعد تقول فيه. مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 31 380 الف. معنا عبد الستار. عبد الستار مرحبا. الو على السلامه.